نروح ل 2008. سامح قول لنا الاول الاحصائيه قبل ما نروح للاسبوع الاول مع محمد رمضان. مسابقة دوري الجمهورية مواليد 2008 عدد الفرق 18 أندية الدوري الممتاز 12 فريق فاركو اسماعيل سموحة زد إنبي مصر بلدية فيوتشر الجونة المقاولين الزمالك الأهلي القسم الثاني خمس فرق أسوان مصرات صلات الإنتاج القناة لفيينا أندية الدرجة الأولى فريق واحد اللي هو نادي راس غارب واللي اتمنى من كابتن خلي بالك في الثاني عمر راس غارب لسه راس غارب شاب الشاري رئيس مجلس اداره لا الاستاذ محمد ابو الحسن محمد ابو الحسن حاليا له منا كل التحيه طبعا. قول لنا الاسبوع الاول في 2008 يا كابتن الاسبوع الاول يا كابتن يوم السبت يوم 9 فاركو لاعب الاسماعيلي في ملعب افريكانا سموحه لاعب اسوان سموحه زد اف سي هيلاعب المصريه للاتصالات في ملعب زد انبي هيلاعب المصري في ملعب انبي بلديه المحله فيوتشر ملعب مستشفى الصدر راس غارب هيلعب الجونه نادي راس غارب الانتاج الحربي هيلعب المقاولين العرب فرع الانتاج الحربي الزمالك هيلعب القناه في ملعب الزمالك الاهلي هيلعب لافينا في ملعب الاهلي الزمالك اللي هو بيلعب في الزراعه لا الزمالك في من بعد 2005 بيلعب في ملعبه عادي طيب تمام مسموح انا قلت ان الفرق ان الدوري ده واخده ايه بالسنه فاتت لا طبعا لو الاهلي انا ما قلتش الخمسه 2003 و2005 لازم ملاعب نجيل طبيعي بعد كده الزمالك مسموح له لان ملاعبه ترتال عشان كده بس المعلومه جت لي من الاعداد بشكر الاستاذ محمود صلاح طيب اخيرا معانا مواليد 2009 وعدد الفرق 13 يمكن دي من اقل المجموعات 12 فريق دوري ممتاز الزمالك الاهلي زد الجونه فيوتشر البنك الاهلي بلديه المحله انبي المقاولين الاسماعيلي سيراميكا سموحه بيراميدز وثلاث فرق يكملوا ال 16 يكملوا 15 في من القسم الثاني وادي دجله بتروجيت القناه ومعانا كمان الاسبوع الاول اللي هينطلق باذن الله تعالى الجمعه 8/9 كابتن محمد رمضان السيد ان شاء الله وادي دجله هيلعب الزمالك في ملعب وادي دجله الاهلي هيلعب زد اف سي ماتش قوي في البدايه تمام في ملعب الاهلي بتروجيت هيلعب الجونه في ملعب دار الوقود فيوتشر هيلعب القناه في المدينه الشبابيه بالاسمرات ملعب فيوتشر البنك الاهلي هيلعب بلديه المحله شوف والله العظيم قلب نشرها هو بيقول الاسمرات يعني بصوا ملاعب الاسمرات انا روحت زرتها ملاعب حاجه طبعا حاجه تفرح اتفضل البنك الاهلي هيلعب بلديه المحله في ملعب المحروسه بالعباسيه تمام انبي هيلعب المقاولين في ملعب انبي الاسماعيلي هيلعب سيراميكا كليوباترا في فندق تيولين سموحه هيلعب بيراميدز في سموحه ده كانت كل المسابقات انوه 2004 لمن لم يشاهدنا من البدايه دي خاصه بالمناطق ونادي السد يا كابتن امام معظم اللعيبه 2004 عندنا اللي هم لعبوا فريق اول بيلعب فريق الاول حلو لعبوا سنتين الاول ولذلك هم تفوقوا في بطوله الصعيد 2004 و3 معظم الفرق 2004 عندنا اللي هي 3 وطبعا كانت القصه بتاعت المنتخب لما اتلغوا الكلام ده تمام. فبقت كده صعب نصر يلقي الضوء بقى عليكم ان شاء الله 2004 معظم الفرقه ومن 2019 ما تهزموش مباراه بفضل الله